السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سعيد من قناة سيزن تعقيد. والفيديو ده غريب جدا جدا جدا، وأول حاجة من نوعها تقريبا على اليوتيوب. وأنا فضلت كتير جدا جدا أدور على وأبحث عن الكورس ده لما لقيته الحمد لله، وده هيبدأ فيه في الأجازة بأرضه. يعني خد بالك أنا عامل الكورسات دي كلها علشان في الصيف، ما ينفعش أسيب الطفل 5 شهور في الصيف بره المنهج أو بعيد عن التعليم، مستحيل في الزمن اللي إحنا فيه. زمان كان ممكن، دلوقتي ما ينفعش. عنده موبايل، عنده كرتون، عنده يوتيوب، هيلحس دماغه ومش هيطلع، هيجي يرجع الاجازه يمسك كتاب يقول انا كنت باخد ايه قبل كده. الكورس ده بيتكلم عن ايه؟ عقيده بالانجلش. ايه ده يا مستر؟ طب ما نقولها بالعربي. لا، احنا هنضرب عصفورين بحجر، هنقول عقيده، نعلم اطفالنا العقيده في الاجازه والدين بتاعهم، وفي نفس الوقت هنقرا انجلش ونعلمه قراءه الانجلش ويقول الحاجات دي بالانجلش. بتهزر يا مستر؟ المحتوى مهم جدا جدا. أول شابتر عندي الله إز وان، الله هو الواحد، الله إز ذا كريتشر، الله هو الخالق، الله إز ذا جيفر أوف لايف، الله هو العاطي الحياة الواهب، الله إز أول هيرينج، ربنا بيسمعنا كلنا، إيمان، هنعرف يعني الإيمان، ذا فيث أوف ذا مسلم، وبرضه هنعرف الإسلام والمسلمين مطلوب منهم إيه. تمام، فإن شاء الله بإذن الله تعالى الكورس ده هيكون حاجة عظمة جدا جدا جدا. كل اللي مطلوب منك يا سيدي الفاضل هتعمل إيه؟ هتشاركنا الفيديو بتاعنا ده. انا هظهر بوشي عشان الاولاد يشوفوني وانا بتكلم، وهنعرف يعني الملائكه ويعني الرسل. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان خاطري نتفاعل وخلي الاولاد يسمعوا الكورس ده، هيفرق جدا معاهم. انجلش وعقيده، تمام؟ ما نسيبش اولادنا للتيك توك واليوتيوب والكرتون والتابلت وبابجي والكلام ده. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هنا نمبر 1، الله الأحد، الله is one، الله is one الأحد، ده أول اسم من أسماء الله لازم الطفل يعرفه. هنا بيقول لي الله is one، طبعا سهل جدا جدا، أنا هشرح بالعربي أهو، وبعد ما أخلص العربي هخليه يقولهم بالإنجلش. يبقى أنا كده عملت رسخت العقيدة عنده، والناحية الثانية خليته يتكلم انجلش. الله is one، الله واحد، معروف طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وده هيكون موضوع السيشن بتاع النهاردة. طب الدرس، الكورس ده جايبه منين يا مستر؟ مالكش علاقة بالكورس ده جايبه منين، الحاجات دي كلها أنا ببحث عليها وبشتريها الحمد لله. أنا بحب أنفع نفسي وأنفع أولادي، وبحب ما بريحش نفسي الصيف، ما ينفعش اسيب نفسي للصيف اطلاقا ومن غير ما اعمل حاجه زي كده. لازم، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول خيركم من تعلم العلم وعلمه، وانا دايما دعوتي بدعيها بقول اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. والحمد لله ربنا دايما، المفروض الوقت ده الواحد يريح بقى وانتخ، لا الحمد لله معاكم ان شاء الله. الله is one، الله واحد، الله was not born. خد بالكم was not اللي هي wasn't، لكن احنا بنتكلم في التمهيدي، was not اللي هو نفي was. الله لم يولد، لم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله is one، الله was not born، الله wasn't born، الله لم يولد. He has no father. كلمة has معناها يمتلك أو لديه، عايز أنفي يعني he has a car، هو عنده عربية، عايز أقول ما عندوش عربية، he has not a car. تمام، beginner، احنا كلام بداية. طب عايز أقول ربنا ملوش، سبحانه وتعالى ملوش ولد، ملوش أب. طبعا he has no father، he has no father، هو ملوش والد. he has no wife، wife يعني زوجة، هو ما عندوش زوجة سبحانه وتعالى. تمام، تاني، الله is one، الله واحد، الله was not born، الله لم يلد. تمام، he has no father، لم يكن له ولد سبحان أب سبحانه وتعالى. he has no wife، ما عندوش زوجة، لم يتخذ ايه؟ زوجة. طبعا بابا عنده زوجة، واخويا عنده زوجة، وعمي عنده زوجة، لكن ربنا ولله المثل الاعلى، ما عندوش زوجة. He has no wife، ما عندوش نفي، ما عندوش زوجة. He is one and alone، هو واحد ومنفرد. واحد احد. He is one and alone، هو واحد احد، ما فيش غيره سبحانه وتعالى. He has no partner، كلمة partner معناها شريك. طبعا ربنا ملوش شريك، هو الوحيد سبحانه وتعالى الذي يسير الكون،
كلها، السماوات والأرض والجبال والسماء والبحار والمحيطات، وبيسمع كلامي وبيسمع كلامك وبيسمع كلام بابا وبيسمع دعاء ده ودعاء ده ودعاء ده في كل الدنيا في نفس الوقت سبحانه وتعالى. He has no partner، هو ما عندوش شريك، ما ينفعش. He has no need for children to live after him. يعني ايه؟ He has no need، هو لم يكن بحاجة for children، الأطفال عشان يعيشوا بعده. يعني احنا كلنا بنخلف عشان لما نتوفينا الله بيمشي الاولاد يشيلوا اسامينا ويبقى معروف ده ابن فلان وده ابن فلان، ربنا مش محتاج ده. He has no need for children to live after him، مش محتاج يكون عنده اطفال عشان يعيشوا بعده سبحانه وتعالى. تمام. He is the one God، هنا فوقها He is، هو يكون one God، هو اله واحد. تمام. عارفين في مصر القديمه وزمان كان في تعدد الالهه، لكن جه اخناتون مع تولي سيدنا يوسف عزيز اقتصاد مصر، الاثنين كانوا ماشيين على نفس الوثاق، الاثنين منعوا عباده تعدد الالهه ودعوا لاعاده التوحيد، اله التوحيد، قبل ما حد يعرف ان في اصلا لسه كتب سماويه. He is the one God، هو يكون اله واحد. He will not die، هو ما بيموتش ابدا. كلمه will مستقبل، وكلمه not نفي المستقبل، هو لن في المستقبل. احنا خدنا في العربي لن بتنفي حاجه في الماضي ولن بتنفي حاجه في المستقبل. هو he will not die، كلمة die معناها يموت، هو لن يموت. تمام. سبحانه وتعالى، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. He has no mother، ما عندوش أم، لم يلد، صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ما عندوش أم تولده. تمام. لم يلد ولم يولد. He has no children، ولم يكن له كفوا أحد، وما عندوش أطفال. الله is one، حاجة في منتهى الجمال جدا جدا جدا. مطلوب مني إيه؟ ابني يقف يقول الله is one، الله was not born، he has no father، he has no wife، he is one and alone، he has no partner، he has no need for the children to live after him، he is the one God، he will not die، he has no mother، he has no children، الله is one. حاجة جميلة جدا جدا. Allah doesn't need children to help him، ربنا مش محتاج أولاد عشان تساعده. Allah does not need children to help him، مش محتاج سبحانه وتعالى حد يساعده، ده بالعكس، هو غني عنا جميعا، بيرزق الكل وبيساعد الكل، هو غني عنا. He doesn't need anyone to help him، ولا حتى بيحتاج حد يساعده. ربنا ها هو الغني ونحن الفقراء، هو العزيز ونحن الأذلاء إليه، مش محتاج حد يساعده. طيب بيقول لي man needs to eat، الرجل بيحتاج انه ياكل، صح؟ كلنا بناكل، بنفطر، بنتغدى، بنتعشى، ها؟ ايه كمان؟ man needs to drink، الراجل بيحتاج يشرب، احنا بنحتاج نشرب، صح؟ man need to sleep، الراجل او الرجال عامة يعني او الانسان بيحب او بيحتاج انه ينام، احنا بنشرب وبناكل وبننام. man needs to rest، احنا طبعا بعد يوم شغل بنحاول ننام بالليل عشان نرتاح نريح اجسامنا، ما ينفعش نطبق يومين ورا بعض. طبعا دي صفات مين؟ صفاتنا احنا. تاني، man needs to eat، man needs to drink، man needs to sleep، man needs to rest، but لكن الله doesn't need to do any of these things، ربنا مش بيحتاج الى اي حاجه من دي، لا بيحتاج ياكل ولا بيحتاج يشرب ولا بيحتاج ينام ولا بيحتاج راحه. ولقد خلقنا السماوات والارض وما مسنا من لغوب، ربنا بيقول خلقت السماوات والارض وما لغوب يعني تعب ولا نصب عشان مش محتاج راحه، وبعدين لا تاخذه سنه ولا نوم، تمام، ما بينامش. But Allah doesn't need to do any of these things، الاشياء اللي احنا قلناها. تاني، Allah does not need children to help him، he does not need anyone to help him، man needs to eat، man needs to drink، man needs to sleep، man needs to rest، but Allah doesn't need to do any of these things. Please يا جماعة ما حدش يبعت لي يقول لي يا مستر لو سمحت ابعت لنا الصور دي بي دي اف، والله ما اعرف ابعتها ولا ينفع ابعتها يا جماعة، احنا قلنا الكورس ده انا شاريه من كامبريدج وشاريه بالدولار، فما ينفعش محتوى تقول لي ابعته لي على الخاص او ابعته لي في الفيس او نزله، ما ينفعش يا جماعة بإذنكم، عشان ده انا هشتغل بعد كده منه في كورسات بإذن الله تعالى، ما ينفعش. تمام؟ فاعمل ايه؟ امسك ورقة وقلم حضرتك واكتب، شغل فيديو واكتب الحاجات دي في 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 في, في, في الكراسة عندك. لسه مكملين مع الأحد، الله is one الأحد.
الله does not eat اللي هي doesn't. الله ما بياكلش، نفي. الله doesn't drink، سبحانه وتعالى ما بيشربش. He gives man to eat، هو بيدينا ان احنا ناكل لكن ما بياكلش، سبحانه وتعالى. He gives، ليه حطينا اس هنا؟ مضارع بسيط، لان دي حقيقه، ربنا بيدينا كلنا الخير اللي احنا فيه ده كله من عند ربنا. He gives man to eat، بيعطي الناس تاكل. He gives man to drink، بيدينا ها الميه عشان نشرب، سواء من النيل او من المطر. تمام. الله doesn't need to rest، ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج للراحه. تمام. ولقد خلقنا السماوات والارض وما مسنا من لغوب. الله doesn't need to rest، sleep doesn't come to him، يعني ايه؟ النوم ما بيجيش لي، لا تاخذه سنه ولا نوم. سيدنا موسى سال ربنا، ما بتنامش ليه؟ ما بترتاحش ليه؟ فقال له خد إناء وخليك واقف بيه طول النهار لعند الصبح أو الفجر لما يجي. تمام. وإيه؟ وأنت هتعرف أنا ما بنامش ليه. سيدنا موسى مسك الإناء وفضل نايم، فضل صاحي، صاحي يغلب النوم. طبعا النوم غلبه، فراحت واقع الإناء منه على الأرض، اتكسر أو عمل صوت، فربنا رجع ربنا. فربنا طبعا سيدنا موسى عارف الاجابه، ربنا لو نام السماوات والارض هتقع فوق بعض، سبحانه وتعالى. الله does not need to rest، ما بيحتاجش راحه. sleep does not come to him، يعني النوم ما بيجيش ليه اصلا، ما بينامش. كل ما دار في بالك فالله بخلاف ذلك. بمعنى يعني لما نقول لك قلوب الرحمن بين اصبعي من اصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، ما تقارنش اصابع ربنا بصوابع البشر. تمام. وسع كرسيه السماوات والارض، ما تقارنش كرسي الرحمن او عرش الرحمن بالكرسي اللي احنا بنقعد عليه. تمام. عبدي اذا تقربت الي ذراعا تقربت اليك باعا، ما تقيسش الذراع بالمقياس بتاعنا احنا. فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، سبحانه وتعالى. sleep does not come to him، ما بيجيش ليه ابدا، هي معايده على ربنا طبعا. nothing tires him، ابدا ما بيتعبش، سبحان الله سبحانه وتعالى. الله does not feel، الله does not feel sleepy، ربنا ما بيشعرش بالنوم، لا تاخذه سنه ولا نوم. نقولهم تاني. الله does not drink، he gives man to eat، he gives man to drink. الله does not need to rest، sleep does not come to him، nothing tires him، الله does not feel sleepy. طبعا مش هشرح فونكس هنا، الناس اللي واخده فونكس عارفه طبعا الحالات اللي هنا كلها، فلازم يكون دارس فونكس الاول او بيعرف يقرا ويكتب. دي الحاجات اللي احنا ربنا بيديها لنا عشان ناكل. ربنا طبعا الملذات دي كلها هو ما بيقربش ليها خالص، سبحانه وتعالى. بعد كده جايب لي اسئله، انت ايه الاسئله دي عندك بعد ما ذاكر الدرس مع الولد والولد يشوف الفيديو، هتقول له كده complete the following sentence. الله is one، he is the one and alone. الله was not wasn't die ما بيموتش. He will not die. الله was not born. مش هغششك طبعا، انا مش هغششك. find these words in the great blow، شوف الكلمات دي. الله one احد man، هتمسك ماما هتنقل لك الصندوق ده في الكراسه عندك وهتطلع كلمه الله، كلمات متقاطعه. تمام. كلمه one كلمات متقاطعه هتطلعها من هنا كمان، كلمه احد هتطلعها من هنا كمان، كلمه man هتطلعها من هنا كمان، وليكن كلمة مان اهي هتعلم عليها كده. تمام. والله اهي كده تحت رأسه اول سطر ده. تمام. دي حاجات كويسة جدا، احنا كده بننشط ذكائنا شوية وبنتعلم انجلش وبنتعلم عقيدة، والمشرح المستر بيشرح لنا بالعربي. color the following لا اله الا الله، يبقى ده شرح بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الفيديو الجاي ان شاء الله هناخد الله is the creature، الله الخالق. تمام. باذن الله تعالى. لو حابين نكمل في السلسله دي هتفرق مع اولادكم، مع اني عارف هتفرق جدا جدا جدا، يا ريت ما تبخلوش بدعم وتدعوا او اصحابكم اللي يتابعوا الكورس ده، وفي كورس محادثه كمان ما تنسوش على القناه، وفي كورس فونكس، وفي كورس جرامر، وكورس تاسيس عربي، ده كله موجود باذن الله تعالى. طب انا اتابع ده كله منين؟ القناه اوقات ما بوصلهاش، هتلاقي في صندوق الوصف تحت رابط صفحتي ورابط جروب الفيس
ورابط التليجرام اللي عليه كل الاسئله، وتعرف تكلمني هناك وتبعت سؤالك وتبعت واجبات لو انت عايز الفيديو ده. طب مطلوب مني هنا انت حضرتك هتاخد الفيديو ده وابنك يذاكر، لو عايز تعمل بيه فيديو وهو بيقول الله doesn't eat، الله doesn't، الله wasn't born، الله will not die، الله is alone، الله is one، don't sleep، don't tires، هتبعته زي النهارده. في ولد النهارده بعت لي الفيديو الاول المحادثه وشجعته جدا جدا، وحاجه مفرحه جدا جدا جدا. فيا ريت ما تبخلوش بالتعليقات واللايك وشير للمحتوى، عشان ده اللي هيبقى وده نفع. احنا تعلمنا عقيده، تعلمنا الدين بتاعنا في الصيف، وكمان تعلمنا انجلش كويس جدا، ننفي ازاي والمفرد بياخد اس، وعرفنا يعني ايه يشرب وياكل وينام، ويعني ايه يرتاح، ويعني ايه يعطي، ويعني ايه رجل، ويعني ايه هذا ويمتلك او لديه. الحاجات دي كلها مهمه جدا جدا، بتاخد انجلش زي ما الاجانب بيعلموه بالظبط بدون ما تحس. يعني انت خدت جرامر وخدت فونكس وقريت انجلش وانت بتاخد عقيده. فيا ريت ما تبخلوش علينا بالدعم عشان نكمل باذن الله. تشترك في رابط في قناه التليجرام عشان المحتوى كله تلاقيه عندك ان شاء الله. اشوفكم على خير باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش لو في اضافات او حابب نغير حاجه او نبدا بحاجه او نعمل حاجه شاركوني، نعمل ايه كويس كده ولا اخبي صورتي بلاش اظهر انا، ده كله متاح ان شاء الله. يا ريت تجاوبوني في التعليقات. السلام عليكم.